اهلا وسهلا في حلقه جديده من مادنس الام ام اي بودكاست بتاعت اوديا ام ام اي. النهارده معايا حكم هو ريفري وجادج ومن الهارد كور فانز الام ام اي في مصر. معايا النهارده محمد مجدي. ازيك يا محمد؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا باشا؟ الاخبار اول جود؟ ريدي؟ يس. محمد اكتشفت الام ام اي ازاي؟ من زمان I was a boxing fan بتهيالي زي ناس كتير قوي، لان في الاول الام ام اي كانت لسه كانت بتتبني كرياضه، يعني في الاخر بقالها 30 سنه فقط، وده في عمر الرياضه قليل جدا. انا بالنسبه لي كمحمد بدات ابقى فان من ساعه الماتش بتاع حبيب وماكجريجر في 2018، من بعد الخناقه الكبيره السين اللي كان مدته اقل من 10 ثواني لما كونر ماكجريجر مسك اللي هو اللي بيشيلوا عليه الشنط الحديد ورمال على الباص بتاع حبيب، وبدات بقى ايه السنوبول تبدا، وحصل اكبر ايفنت في التاريخ. الناس حتى انا فاكر كانت بتغير البروفايل بيكتشر بتاعتها ام وذ ماكجريجر ام وذ حبيب. ايوه كانت صح. ايوه طبعا كانت عمرها ما حصلت في الام ام اي، كان يعني كنا عارفين الموضوع ده بيحصل في ماتشات الكوره. لما بدأ يحصل في الام ام اي واتفرجت على الفايت حسيت لا، يعني في رياضه اكستريم ما تبعدش عن البوكسنج خالص، محتاج ان انا ابقى انفولد فيها. وابتدت توصل ليفل جديد. بالظبط كده تماما، سبيشلي في الكورونا بتهيألي. وايه اللي دخلك في سكه التحكيم؟ انا كنت يعني كان بقالي فتره كبيره بتفرج على الام ام اي، كنت بتفرج على اليو اف سي ريليجيوسلي اللي هو اولموست ما بفوتش اي ايفنت. بتسهر؟ ايه كنت بتسهر؟ بصحى الفجر. بالظبط، عارف فرق التوقيت. كان بقالي فتره كبيره بصحى الفجر. انا اقول لك حاجه ظريفه جدا اصحابي بيتريقوا عليه، كنت بقول لهم انا بصلي الفجر كل يوم حد بس. ليه؟ علشان اليو اف سي ايفنت يوم السبت بالليل، فانا بصحى لحد الصبح اتفرج عليه. فمن ساعتها وانا اولموست ما بفوتش اي ايفنت تماما. جت في الكورونا حاجات كتيره كانت موقوفه، بس اليو اف سي طبعا كان حرب شديد. انا فاكر دينا وايت لما كان بيحكي ازاي خلى السبورتس شغاله في وقت الكورونا، كان بيقول in this business no one tells me no، ما حدش يقول لي لا. اول لما قفلوا كل حاجه قال لهم حاجه واحده بس، find me an island، دوروا لي على جزيره، انا عاوز جزيره تبقى بتاعتنا نعيش حياتنا فيها، لا تقولي لي بقى كورونا ولا امريكا ولا الجوفرنر قال هنعمل فيها بابل وكله هيبقى سيف جوه. بالزبط. وهنكمل وهنعمل شوز وهنكبر في الفتره. بالزبط دي كده. وفي الفتره دي كمان من الحاجات الانترستنج جدا، المعدلات المشاهده بتاعه اليو اف سي زادت 46%. ده كان بالنسبه للناس قصه مجنونه، ان اصلا في وقت كل البيزنس بتقفل وكل اللايف انترتينمنت والسبورتس بتقفل، لا هو زاد اصلا 46%. كانوا هم الوحيد اللي موجودين. بالظبط، كان كاش كاو هو الوحيد اللي بيقدم لايف سبورتنج ايفنتس. فمن ساعتها وهي اتس بومينج، واي جس ان هي بتزيد. بتزيد جدا لحد دلوقتي. طب والتحكيم بقى سبيسيفيكلي؟ سوري نسيت، انا سالتني. التحكيم انا كنت عارف ان انا عاوز اتس ماي باشن بروجكت الام ام اي او الفايتنج اتس ماي باشن بروجكت، انا عاوز اخشها، بس ما كانش في دماغي انا محتاج اعمل ايه بالظبط، لغايه لما لقيت اوديا كانوا عاملين ستوري وبوست ان احنا عندنا دبلوما هنجيب انترناشونال جادج اند ريفري كورس من بره مصر، هيجي وهيدي الكورس في مصر. اوكي. وكان حتى سعر الكورس يعتبر بالنسبه لحاجه زي دي قليل جدا. اسايند اب على طول. يعني انا فاكر جيت هنا وقابلتهم وما كنتش اعرف حاجه عن اوديا غير ان انا اتفرجت بس على اول ايفنت في اليوتيوب. اي سايند اب على طول، قلت حتى اشتغلت ما اشتغلتش انا حابب ابقى انفولد في الموضوع ده، حابب احضر الكورس، حابب اعرف الرولز. انا عارف الرولز بس لا، عاوز اعرفها اون ا بروفيشنال ليفل. ف جيت حضرت الكورس وكان اي اوبننج بالنسبه لي. يعني لو انا مثلا كنت 70% عاوز او عارف ان انا عاوز اشتغل في الام ام اي بعد الكورس دوت اللي ادى الكورس ده الحكم الدولي كابتن هادي علي، هو هيز فيري بروفيشنال وفيري باشنت. يعني من سنه كده من الحاجات اللي انا كنت مبسوط بيها او من حوالي 9 شهور كان هو جادج في بيلاتور. وهو كان جادج في بيلاتور والريفري اللي جوه الاوكتاجون كان هيرب دين. اوكي. ففيري انترناشونال، الناس الهاردكور فير طبعا عارفين هيرب دين. كله هيبقى عارف هيرب دين، يعني
يمكن اشهر ريفري موجود دلوقتي بالظبط كده. فان هو يبقى معاه في نفس الفايت او نفس الجيم انا فهمت هو قد ايه on an international level. من بعد ما خلصت الكورس معاه مستر مصطفى قعد معايا وقال لي تمضي معانا كونتراكت. هو الاول كانوا عاملين امتحان في اخر الكورس. حاجه برضو من الحاجات الانترستنج ان انا جبت نمره في الامتحان عاليه جدا. اوكي. وانا كنت الوحيد من ضمن اللي حضروا اللي ما كنتش بشتغل اصلا في الام ام اي خالص. كل اللي حضروا الكورس كانوا ناس very professional اللي هم either fighters, والفايتر طبعا بيبقى شبه حافظ القوانين وبقى شاطر جدا, وناس ريفريز بقالهم كتير وكانوا فعلا واحنا في الكورس لا هم حاجات كتير عارفينها واتكلمت معاهم كتير, كان في conversation كتيرة ما بيني وما بينهم. بعد ما خلصت الكورس وجبت رقم عالي مستر مصطفى قعد معايا مضى معايا contract وقال لي انت تبدأ معايا ان شاء الله من الايفنت اللي جاي. ومن ساعتها بقى بدأت كحكم كرفري ولا كجج الاثنين. بمعنى ايه, احنا بنبقى تقريبا لجنة الحكام عبارة عن 5, واحد رئيس لجنة الحكام والاربعة, واحد رفري inside the octagon وثلاثة جادجز حوالين الاكتاجون وبنبدل مع بعض. تمام. لان تقريبا اليوم كله بيبقى فيه من 12 ل 15 فايت. الرفري اللي جوه الاكتاجون It's a very stressful job. طب ليه انت بتخش الاكتاجون وللناس اللي مش عارفه الاكتاجون بيتقفل من بره, بيتقفل عليكو وانت المسؤول عن السيفتي بتاعه الفايترز. انت المفروض اللي تلحق اللي لو في سبميشن لو حاسس ان هو خلاص مش هيقدر يكمل انت اللي لازم توقف الماتش في اقل من ثانيه علشان ما يحصلش اي قدر الله اي اذى او اي دامج. طب ف صعب قوي ان واحد يقعد 12 فايت جوه الاكتاجون, فبيحصل تبديل. مثلا بتطلع 2 فايتس ورا بعض ريفري, بتنزل 3 اور 4 فايتس از ا جادج وهكذا لحد اخر الفايت نايت. طبعا ريفري ده من الجوبز في الام ام اي اللي فيري ثانكلس. يعني ريفري اللي يعمل شغله كويس محدش يحس بيه, اللي يعمل يعني يعمل كارثه كله يتكلم عنه. بجد مش متخيل قد ايه الكلمه دي مظبوطه جدا, لان كان كذا حد اتكلم على الموضوع دوت. يعني هو جو روجن جاب اكتر من ريفري في الام ام اي وقال لهم كلمه شبه اللي انت قلتها بالظبط, ان لو ريفري غلط ليتس ساي وقف الماتش بدري ايه اللي هيحصل, كل التيم بتاع الفايتر الثاني هيقعد شهور يقول احنا كنا هنكسب بالظبط. لكن لو انت وقفت الفايت مظبوط لا هو شغلك مش هتتذكر اساسا بالظبط. فلا يعني it couldn't be more true. طب انت did you experience حاجه كده, اخدت قرار في لحظه واكتشفت بعديها ان لا ما كانتش اللحظه الصح, هو كان ممكن يكمل حاجه كده؟ انا لا ما حصلتش معايا, بس برضو انا الكارير بتاعي as a judge and referee a little bit short مش طويل قوي. أوكي. فانا ببقى متخيل او الكلمة اللي بتتقال ان انت كل ما عدد الفايتس اللي انت بتبقى ريفري فيها معدل الخطأ هيزيد, لان انت محتاج تاخد قرار في خلال نص ثانية. وفي بتختلف من بروموشن لبروموشن, يعني في بعض البروموشن بيقول لك سيبه سيبه لغاية لما يبقى خلاص كده, وفي بروموشنز تانية يقول لك لا سيفتي فيرست. سيفتي فيرست بالظبط كده, سيفتي كومز فيرست. فانا بحب البروموشنز اللي بتقول سيفتي كومز فيرست. انا كمان بالظبط كده, لان في الاخر if you got caught ووقفنا الفايت انت عندك فرصه ان انت تكمل, عندك فرصه ان انت تهيل وتخش فايف تاني. الناس في فايترز كتيره قوي الريكورد بتاعهم وحش وبيرجعوا وبيعملوا فايت وين ستريك طويله, لكن لو حصل لك إصابة قعدتك في البيت مثلا 6 شهور انت بتريسك بالكارير بتاعك كله ان انت اصلا مش هتعرف تفايت تاني. فانا من الناس اللي بتقول safety comes first. حلو. و مين اكتر حكام انت شايفهم دلوقتي worldwide professional machine كويس that you look up to؟ انا من الناس يعني تقريبا في 4 أو 5 ريفري. هي من الحاجات الحلوه قوي في اليو اف سي ان هي لما بتلاقي حد واثقه فيه حاسه انه شغله كويس
بيبقى فيه ريسبكت عالي وبيفضل مكمل معاهم لسنين. دينا وايت من الحاجات اللي بيفتخر بيها بيقول انا معايا اكتر من 30 واحد في الشركه بقالهم 20 سنه بيشتغلوا معايا. لدرجه ان في الكورونا من الحاجات اللي الناس اصلا بتحبه عشانها جدا قال انا مش همشي اي موظف في اليو اف سي. قال لو هضطر ادفع لهم من جيبي، لو هضطر ادفع لهم من البونص بتاعي، انا مش همشي حد. الكلمه بالظبط اللي قبها we're going to figure it out together. وده من الحاجات اللي هو he's a fighter. بغض النظر ان هو مش جوه الاوكتاجون بس هو زي فايتر. فمعاه تقريبا الريفريز اللي معاه بقالهم كتير معاه. انا بالنسبه لي بحب جدا مارك جودرت. انا كمان حلو فايت فان بجد. مارك جودرت من اكتر الناس اللي بياخد هيت او في ناس كتير بتنتقده لان في بعض الفايتس اللي فيها كلام. زي مثلا اخر فايت هو وقفه اللي هو شون اومالي والجامين ستيرلين. بعض الناس اتهمته من ضمنها ميراب اللي هو التيم ميت بتاع الجامين ستيرلين، قالوا هو وقف الفايت بدري. انا من الناس ان لا، انا مش شايف وقف الفايت بدري. الجامين جات كوت وقع على الارض والبادي لانجويج بتاعته وهو على الارض ما كانش بيدفند مظبوط خالص. كان قاعد وهو على ايده ورجله بيلف حوالين نفسه. طب بما ان احنا هنا دلوقتي سوري بس هقطع، ممكن نشرح ايه هي العلامات اللي انت بتدور عليها لما تعرف ان الفايت انتهى فعلا؟ اول حاجه خلينا نقول من الاكستريم قوي اللي هي الحاجات الواضحه جدا. اكتر حاجه واضحه لو في سبميشن والفايتر تابت. يعني ايه تابت؟ يعني هو got in a submission position either بقى arm bar rear naked choke. في حاجات كتيره قوي في الجوجيتسو وهي تاب. هي تاب يعني بايده كده خبط على اي حاجه سواء بقى جسمه، جسم اللاعب الثاني، الترابيزه. من الحاجات اللي الناس مش عارفاها بايده او برجله. ليه بقى؟ لان هو ممكن تكون ايده اصلا مش فري، مزنوقه او مثلا كروسيفيكس بوزيشن، فمش هيعرف يتاب. لو عمل تاب برجله فانت لازم تبقى واخد بالك من الاربعه لمس بتاعه، مهم جدا. فده اكتر حاجه واضحه. تاني حاجه بعديها اللي هو النوك اوت الصريح. اخد مثلا لكك او اخد هوك او كروس او واتيفر الضربه ايه ووقع زي ما هو. في البوكسنج طبعا بيعدوا عليه 10 وكده، لكن لا في الامام ايه لو اخد نوك اوت وقع زي ما هو ما بتخليش الفايتر الثاني ينط عليه ويكمل ضرب، يكمل جراوند اند باوند عليه. فدي تعتبر تاني حاجه. ثالث حاجه اللي هي تي كي او اللي هو بيسموها تكنيكال نوك اوت، اللي هو مثلا ليتس سي التو فايترز على الارض، الفايتر اللي فوق فول ماونت مثلا وقاعد بيعمل جراوند اند باوند والتاني شبه ما بيدافعش عن نفسه بطريقه ذكيه، يعني مثلا حاطط ايديه الاثنين على راسه وجسمه بطل يتحرك، ساعتها بتوقف الماتش. عندك بقى اقل من كده شويه، ده اللي حصل في الماتش بتاع الجامين وشان اومالي، اللي هو البادي لانجويج بتاعته بتدل ان هو مش مظبوط. بتدل ان هو لو كان الديفنس بتاعه بطريقه معينه فهو جسمه كانه بيهرب وخلاص، ساعتها انت كريفري من حقك توقف الماتش. ده تقريبا اللي انت بتبقى مركز عليه. في حاجات تانية برضو في السبميشن علشان ديت، يعني لو في فايتر مثلا في ريل نيكد شوك، ريل نيكد شوك يعني حد خانقه من ورا، هي didn't tap، هو كان متخيل ان هو هيعرف يطلع بالظبط بس هي didn't، وبدا يلوز كونشسنس. بتدور على عينه، بتبص على عينه عامله ازاي ولونها ايه. وبرضه من الحاجات اللي الريفريز بنحتاج نعملها ان انا لو مش شايف عينه، لو هو مثلا في تشوك او حاجه وعينه مش باينه او هو وشه تحت، لازم يعمل لي بايده علامه صح اللي هو انت كويس ولا لا. ملزم ان هو لو ما عملليش كده وانا ما فيش اي حاجه قدامي بمسك ايده بشوفها هتنزل ولا لا. لو مسكت ايده ولقيته لسه بيتحرك يبقى خلاص. ف زي ما انت قلت safety comes first. وهو في الاخر بيقولوا هو القرار بتاع الريفري، لان انت ما بينك وما بينهم 50 سنتي وانت شايف، ممكن تكون شايف حاجه اللي بره مش شايفها،
فعلشان كده القرار محتاج يبقى سريع جدا جدا جدا. طب و as a judge بقى لو ممكن نشرح ازاي الواحد بيقيم الفايت والسكور كارد بيتعد ازاي؟ هو خلينا نقول السكور كارد الاول، كل راوند بتخلص انت ليك كذا سكور بتدي، كده كده الوينر بياخد 10 الا في حاله ان مخصوم منه نقطه. امتى بيتخصم منه نقطه؟ لو عمل فاول، ساعتها الريفري بيبص للجادجز وبيعمل لهم هتخصموا نقطه. بس خلينا نقول في الحاله الطبيعيه بيكسب الراوند بياخد 10، اللي بيخسر بقى في حالات نادره واحنا شبه ما بنعملهاش خالص، يعني هي موجوده في القوانين بس اللي متعارف عليه never do that، ان انت تدي راوند تعادل. يعني حتى الكورس بتاع مارك جودر نفسه بيقول انا لو جادج عمري ما حد تعادل، اختار واحد اختار واحد ان شاء الله ضرب بانش واحده زياده. لكن تعادل دي هي موجوده في القوانين الموحدة للام ام اي، لكن عمرك ما تعمل، بس هي موجوده تعادل ك 10 بس يعني. لو 9-9 مثلا واحد متاخد منه بوينت ده ما فيهاش مشكله خالص. ليه؟ لان واحد كسب اخذ 10 اتاخد منه نقطه بقى 9. اللي بيخسر جوله لو الجوله كلوز بياخد 9، لو الثاني عامل توتال دومينيشن الثاني بياخد 8. في حاله ثالثه بس دي برضو نادره جدا، اللي هو توتال دومينيشن وتوتال دامج، وبتبقى فعلا فيري رير ان ياخد 10-7. يعني 10-7 دي بتبقى اللي هو خلاص الريفيري هيوقف الجوله ده اكتر من مره غالبا كمان. ايه؟ بيبقى اكتر من مره بيوقف بالظبط كده، بيبقى اكتر من مره اولموست هيوقف بس ما وقفش، فساعتها بتبقى السكور 10-7. ده بالنسبه للسكور. كجادج بتحكم على الراوندز ازاي؟ عندنا كذا كرايتيريا بس اللي بيقولوا عليها الكينج او نمبر 1 هو الدامج. اول حاجه الضرب اللي حصل، ايه اكتر ضرب ادى لدامج؟ الدامج ده ممكن يكون صوت الضرب وانت بتسمعه، ممكن يكون شكل وش الفايتر، ممكن يكون في بروز او نزل منه دم، او الضربه خلت البودي لانجويج بتاعت التاني تتغير. يعني اخذ مثلا كروس او هوك او واتيفر، رجع لورا خطوتين وهز راسه، فده من الحاجات دي بتعرف ان دي الدامج. تاني حاجه بعد الدامج الاوكتاجون كنترول او الدوميننس، مين اللي كان عامل دوميننس ومين اللي كان بيخش على التاني. ومن الحاجات اللي بيعتبروها الدامج القويه جدا ان انت يور جوينج فور ا سبمشن. يعني مثلا انت اخذت تيك داون، بعد التيك داون انت بتحاول تعمل سبمشن، ده يعتبر دامج. يعتبر اوكي في الكاتيجوري بتاع الدامج بالظبط كده، عشان انت بتهاجم بتاخد ريسك كده. بتحاول تخلص، انت عاوز تخلص الفايتس، انت اجريسيف، يور جوينج فور ا سبمشن، قرب يخلص الفايت. حتى لو ما وصلش لان هو يعمل سبمشن والتاني تاب، بس اف يور جوينج تو ات والتاني بيعرف يدفندد بتاخد بوينتس عليه. عندك بقى نمبر اوف تيك داونز، دوت اقل من كده شويه، كل تيك داون برضو ليها يعتبر ليها 8 يعني. وكمان لما بتعمل تيك داون انت عملت ايه بعد ما انتوا على الارض؟ هل اخذت في حاجه جمله كده بتتقال لو انت اخذت مثلا فايتر على الارض وما عملتش اي دامج؟ اسمها لاين براي. لاين براي او ويت بلانكت. ايوه بالظبط كده، لاين براي، لاين توب اوف هيم اند براي فور سمثينج تو هابن، او ويت بلانكت لو انا ايه انا مثبتك بس كده. وانت بقى بتعمل جراوند اند باوند بتشوف انت ضربت قد ايه، بتضرب ايذر بقى بانشز نيز اي البوز ايا كان انت بتعمل ايه. ده تقريبا التقييم بتاع الراوندز. يعني هل الواحد لازم يبقى فايتر عشان يبقى ام ام اي ريفري، ولا ممكن اي حد يبقى مؤهل ان هو يبقى ريفري او جادج؟ خالص، كل اللي انت محتاجه بص هو مبدئيا ات هيلبس، يعني هتساعدك جدا لو انت دخلت الاوكتاجون وعارف الفايترز بيحسوا بايه، هتساعدك طبعا ان انت تبقى ام ام اي وجادج كويس. بس
مش شرط تماما يعني من الريفيريز والجادجز المعروفين، لا هم كانوا هارد كور فانز وعندهم نوليدج كويس جدا بالرولز، بحيث ان هو يعني مثلا الامتحان بتاع الام ام اي جادج كان بيبقى ازاي، بتتفرج على كذا فايت وبتدي السكور بتاعك وبيشوفوا السكور بتاعك زي اللي الجادج ادوله في الفايتس الحقيقي ولا لا. وفي الريفيري بيجيب لك ليست اوف رولز ويقول لك مواقف حصلت وهتتصرف ازاي. فالنوليدج الاكسبيرينس مهمه، بس النوليدج اهم حاجه علشان ينفع تاخد البوزيشن ده. فلاي حد لا، مش لازم تبقى فايتر، ويو كان ستارت اني تايم. طيب الجادجنج في ام ام اي معروف ان فيها ظلم كتير قوي. Yes. وفي بوكسنج كمان هو عامه. Yes. السبجكتيف جادجنج بيبقى فيها مشاكل كتير. Yes. ايه هي المشكله دي وتتحل ازاي؟ ممكن اقول الاول ايه المشكله دي. هو في ناس كتير بتقدم حلول، بس المنظمات بتبقى ريلاكتن شويه ان هي تنفذ اي حاجه من الحاجات دي، لان دايما التغيير صعب، والتغيير مرتبط بكوميشنز بتاعه الفايتس في كل ستيت، وممكن ستيت توافق ستيت تانية لا. وهم يعني انا حاسس الام ام اي كانهم احنا وصلنا خلاص، عملنا القوانين الموحده والام ام اي بقت ليجل في كل امريكا والموست كل العالم، فخلاص مش عايزين نلعب في حاجه. بس اللي بيحصل ان انت بتحتاج تاخد قرار في 5 minutes. الراوند بتبقى 5 minutes، الراوند بتخسر لازم تكتب رقم وما ينفعش يتغير. دايما الفايتس اللي بيحصل فيها كونتروفيرسي اللي بتبقى قريبة من بعض، الاثنين كانوا بيلعبوا كويس، الاثنين عملوا تيك داونز، الاثنين عملوا دامج، الاثنين لحد اخر ثانية في الفايت they were fighting، مفيش حد كان dominant خالص. في كلمة بتتقال ان close fights aren't robberies. طالما الفايت كان قريب it can go either way، ممكن حد يشوفها كده وحد يشوفها كده. بالظبط كده، بالظبط كده. طبعا في حالات ظلم ناس كتير متفق عليها، بس اللي بيتقال ان انت كجادج بتتفرج على الفايت ولازم تاخد قرار اول لما الراوند تخلص، يعني مثلا قدامك اقل من دقيقه علشان الراوند الثانيه تبدا، لازم تاخد قرار. لو هو كلوز ما بيبقاش غالبا روبري قوي. احنا كل ده بنتكلم طبعا على بعيد عن الكوربشن والحاجات دي. طبعا يعني اللي هو خلاص الناس كلها ما عندهاش مشكله ومفيش مشاكل، انت بتحاول بقدر الامكان تختار واحد. في ناس بقى اقترحت حاجات، يعني جو روجن على طول كل فتره بيقول لا احنا 3 حكام قليلين، احنا عاوزين 7، عاوزين 5، وكده عاوزين 7. وبعد كده اقترح حاجه تانية، طب ايه رايكم الناس تفتح من البيت وكل واحد يدي سكور وياخد بالظبط كده زي فيرديكت. وسمعت برضو الاوبن سكورينج. الاوبن سكورينج بالظبط كده، يعني هو بعد كل راوند السكور يبقى باين على الشاشه، بحيث ان الناس تبقى داخل الراوند وعارفة هي عملت ايه في الراوند اللي قبلها. ده برضو من الاقتراحات اللي ناس كتيرة ايدوها ان هو يبقى فيه open scoring. انت عجبك فكرة الopen scoring؟ yes. yes. انا اصلا انا حاسس ان انا كجادج انا كده كده بحط السكور و I'm not allowed ان انا غيره، فمش هتضر ان هي تتعرض، هي يمكن بس هتاخد شوية من element surprise as a fan. وممكن تدي الفايتر الكسبان انسنتيف اللي هو ما يريح في اخر راوند مثلا. يعني مثلا قوانين وان تشامبيونشيب غير اليو اف سي، بمعنى ايه؟ بيقول لك لا انا مش هدي لك راوند بير راوند، انا هحكم الفايت ككل. انا مش عاوز واحد يجي في اخر راوند ويشيل رجله من على البنزين يقول خلاص انا كسبان الراوند الاولى والثانيه، اريح بقى الثالثه وامشي. انا عملت كفايه بالظبط كده، ابقى في الامان. لا انت الاخر ثانيه يور بينج جادج. يعني من الفايتس مثلا اللي اتكلموا عليها كتير بتاعت اسلام ماكاتشيف وفولكانوفسكي، دي مثلا كانت من الحاجات الكونتروفيرشل جدا. فعلا اسلام كسب، بس في نفس الوقت اخر 20 ثانيه في الفايتس كان فولكانوفسكي فوقيه بالظبط، وقع فيري دوميننت بالظبط كده. فبيقولوا
ازاي اللي عمل كده في اخر الفايت يخسر، بس بالورقه والقلم اسلام كاسب 3 راوند. راوند نمبر 4 مثلا اسلام كان هي توك هيز باك وبيحاول يعمل رير نيكد شوك، ما عرفش فولكانوفسكي الديفنس بتاعه كان اكتر من هايل. الراوند ديفينيتلي بتاعت اسلام على الورقه والقلم، لكن الناس بتقول هو ما عملش حاجه، هي توك هيز باك بس ما عملش حاجه، دايما في خطر ان هو يعمل سبمشن بس ما عملش. اوكي فهي بس هو احنا حددنا او قلنا ان هو الاتاك بسبمشن دي تعتبر دامج في التحكيم. بالظبط كده بالظبط، عشان كده بالورقه والقلم هو اخذ الراوند. طب في مواقف غريبه انت شفتها بعينك في التحكيم او في جادج اند ريفري؟ جادج اور ريفري. اوكي يمكن في كل يعني مره از جادج ومره از ريفري من الحاجات اللي بفتكرها، كنت مره ريفري جوه الاوكتاجون بس كانت ات واز ا ديفرنت بروموشن، ما كانتش قاضية، وكان اللعيب ماسك الثاني برير نيكد شوك، وبعد كده انا شويه بشويه حاسس ان الفايتر انا قاعد بساله ار يو اوكي ار يو اوكي ما بيردش. سمعت واحد من الجادجز بره بيقول لي بص على عينه، بصيت على عينه حسيت ان هو بيروح، وقفت الفايت في الفايت فورا. بعد ما خلصنا هي لوست كونشنسنس وفجاه جسمه قعد يتنفض. دي كانت من الحاجات اللي بالنسبه لي مرعبه. اكيد المفروض اللي في الحاجات دي بتحصل ايه، ان انت بتقعد فوقيه بتثبت جسمه، وممنوع الفايتر التاني هو اللي يعمل كده عشان ما يفتكروش بيأتاك هنا. وهو غالبا بعد الموقف ده ما بيفتكرش حاجة اساسا، بتكتفه وبتشيل الماوث جارد علشان ما يتخنقش بيها لغاية لما الدكتور يخش من بره. فده بالنسبة لي كان موقف مرعب، ان فجأة واحد اغمى عليه وبعدين وعينه مغمضة جسمه عاد بيتنفت. ده يمكن كان اكتر موقف انا كنت متضايق فيه، مش موقف لذيذ خالص يعني. موقف ده خليك تقول بلاها ريفري بلاها بتاع ماليش دعوه بالكلام بس للحظه فعلا بعديها انا يعني يوميها وانا مروح حسيت لا اتس ا فيري بيج ريسبونسبيلتي، محتاج يا اما هكمل بس ما اخدش هاف ا تشانس يعني خلاص سيفتي كامز فيرست وهوقف الفايس لو شكيت في حاجه واللي يحصل يحصل. عشان كده واحنا بنتكلم في الاول لما قلت لك لا انا مع مدرسه سيفتي كامز فيرست، لان ساعات الفايتر بيبقى حاسس ان هو لا انا هدوس على، لان هو ايزا فايتر هدوس على نفسي زياده شويه لغايه ما يغمى عليه، ما حدش عاوز يحصل كده، او ممكن يتكسر في بعض الاحيان ليجالي. انت لو سبته يتكسر انت كحكم ما عليكش حاجه، بس احنا مش عاوزين نوصل لكده. كان في برضو موقف الفايت بتاع توني فيرجسون، كان هي واز كوت ان ان ارم بار وتوني فيرجسون نيفر داون وايده كانت هتتكسر، وكان هيرب دين الريفري وقف الفايت من غير ما توني فيرجسون يتاب، واتخانقوا في ساعتها دانا وايت مع هيرب دين. بعد كده جات الاكس راي بتاع دراع توني فيرجسون وكان اصلا اتكسر، فقالوا بعديها لا هيرب دين that's why he's the best referee in the world. ومش اول مره يعملها. بالظبط كده صح، كان يعني في تيم سيلفيا وفرانك مير من زمان قوي. بالظبط كده من الكلاسيكيات. وقف الفايت من غير ما التاني تاب، بس لا في حاجه مش مظبوطه. فانا يمكن من بعد الفايت ده قلت لا I won't take half a chance، لو حاسس ان في اي ريسك على الفايتر انا هوقف الفايت، يعني زي ما قلنا كده safety comes first. as a judge بقى انا بحب جدا اورك as a judge، يعني انت تقعد تتفرج على الفايت، بيسموه the best seat in the house the referee و the second best seat in the house as a judge. من ضمن الفايتس كان اول ايفنت احكمه في قضية، وكان في فايت حلو جدا من الفايتر بتاع قضية احمد طارق، واحمد طارق is a submission artist very skillful very يعني high jiu-jitsu skills. حتى انا يعني كنت ريفري مع احمد طارق في 2 فايتس، تاني فايت كنت واخد بالي قوي ان يحصل اي سبميشن، وحصل سبميشن في راوند 1 وقفتها يعني ده في اوديا 3 اوديا 3 بالظبط بيروفيان نيك تاي
بالظبط كده، عارف بيريفيو انك طول والده لان مش كتير عارفينها، عارفين الريب نيكد شو بس البيروفيان نكتشر كنت مركز، لا عملت فيا فلا لا لا مش مهم. فوقفت الفايت. القضية 2 كانت، او مش متذكر اسم الايفنت كان ايه، كان احمد طارق بيلعب مع واحد، وانا كجادج شفت احمد طارق مسك ايد الفايتر الثاني ان ان ارم بار بوزيشن. انا سامع، كان قاعد على شمالي مدرب الفايتر الثاني، انا سامعه بيقول ولا تفرق معانا الكلام دوت، ده بالنسبه لنا اي كلام. انا في دماغي قلت انت بتقول ايه، الفايت هيخلص في 30 ثانيه. بعد كده للحظه كده هو فعلا يعني عنده ديفنس سكيلز عاليه، طلع لا ديفنس ولا حاجه طبعا، وفعليا مش في 30 ثانيه بس في حوالي دقيقه الفايت خلص ارم بار. فالتك يعني الحاجات اللي الناس مش واخده بالها ان اللعبه دي لعبه تكنيك، هي مش لعبه عافيه. انت لو فاكر ان انت هتخش واتس برول هتسوينج يمين وشمال وهتجيب قدامك خالص تماما، هي ويل تيك يو داون وهي ويل سبميت يو. التكنيكال ليفل في الام ام اي عاليه جدا، وده من الفايتس اللي اتاكدت فيها من الموضوع دوت. طب وهل في موقف انت كهارد كور فان الواحد، وانت من النوع الهارد كور فان كمان اللي بيابزورب النوليدج بتاع ام ام اي بقدر الامكان، هل فرقت معاك مره اتحطيت في موقف بره الام ام اي اضطريت تدافع عن نفسك او عن حد والام ام اي ساعدتك او حاجة؟ بص انا بلعب بوكسينج، يعني هارد كور فان في البوكسينج وبلعب بوكسينج، ما اتحطتش في الموقف ده قبل كده، بس انا بيبقى دايما احساسي لما بتكلم مع اي حد بقول له انت لازم تتعلم any kind of combat sports، ومش علشان تستخدمها، انت محتاج تتعلمها علشان ما تستخدمهاش. ال amount of confidence وفي شكلك وفي طريقة تعاملك مع الناس مش هتخلي حد يقع معك في مشكلة، مش هتخلي حد يبدأ معك اصلا اي مشكلة. كان في ناس كتير بتتكلم ان انت لو عندك ولد او لو عندك بنت اختار كومبات سبورت وعلمها لهم، بتفرق معاهم في الكونفيدنس ليفل 100% طبعا، والواحد الايجو بتاعه بيروح كمان. بالظبط كده، الواحد بيروح بيبقى اقل واحد في كمستوى في الكلاس، وبياخد علقه ورا ثانيه ورا ثالثه في كنترول انفايرمنت. صح، بيبقى صح. خلاص بيطلع بني ادم ثاني من الكلاس. بالظبط، بيقولوا كده، بيقولوا لو انت ابنك is getting bullied علمه martial art، ولو انت ابنك is bullying someone علمه martial art، علشان ما يبقاش عنده الايجو العالي. هو دايما هيبقى عارف ان هو في اي situation ممكن يبقى في واحد جسمه قليل بس هو اقوى منه. هي دي الامامية، هو ده الجوجيتسو، هي دي المارشال ارت. سؤال لو ماتش ممل شوية وعلى الارض كويس، امتى تعرف امتى تقومهم؟ ده بيبقى راجع للحكم بتاعك your own opinion يعني، بس لو في فايتر بيحاول you go for a submission عمري ما اقومه. لو انا شايف مثلا ان هو بيحاول يعمل arm bar heel hook rear naked choke peruvian choke زي اللي حصلت عمري ما اقومه. لو بيعمل ground and pound، لو في البوس، لو في بانشز، لو حتى بيضرب نيس تو ذا بودي مش تو ذا هيد طبعا عمري ما اقومه. طالما في اكشن بيحصل او هيز جوينج ان هو تعمل حاجه عمري ما اقومه. بقومهم لو زي ما قلنا كده في اول الحلقه هيز واد بلانكت، الكلمه اللي انت قلتها بالظبط، هو فوقيه وبس ايه عاوز ياخد نفسه. ساعتها لو عدى فتره من الوقت لا بنقومه. محمد انت الباك جراوند بتاعك ايه؟ يعني في كل حد تقريبا بتكلم معاه هنا بيشتغل حاجه على جنب مع الام ام اي. بالظبط بالظبط، هي الام ام اي اتس ماي باشن بروجكت، يمكن من اكتر الحاجات اللي بحبها في حياتي. لكن شغلي الاساسي انا كنت في الجي او سي، اتخرجت من الجي او سي، رحت في الاتش اس بي سي قعدت 3 سنين، بعد كده رحت مع والدي وفتحنا مدرسه اتس ا برايفت سكول في المعادي اسمها مانهاتن. Okay. وهي لحد النهارده اتس ماي فول تايم جوب. اوكي، ما يعني اتس ماي بيبي، يعني بداناها فروم سكراتش والنهارده الحمد لله اولموست فول كاباسيتي،
فأو عندنا 3 sections American و British و National. فالحمد لله it's going good. بس أي حد بيحتاج في حياته passion project، إيه الحاجة اللي أنت بتروح من الشغل عندك passion ليها؟ فأنا بالنسبة لي كانت الأمام إيه. I'm very grateful إن أنا اتعرفت على قضية وأخذت الفرصة إن أنا أدخل جوه الأوكتاجون. أنا ما كنتش في جيم معين، يعني أنا ساعات مثلاً ببقى ماشي في واحد من الإيفنتس وبيسألوني أنت تيم إيه؟ أقول لهم لا أنا ما على الله ما فيش خالص يعني، بس ما فيش MMA training خالص، مالكش علاقة بأي تيم هنا في مصر صح؟ Just a hardcore MMA fan. يعني يمكن من 2018 لحد النهاردة ما فيش أي main event في UFC فوت، لأن زي مثلا الهاردكور فانز بتوع الكورة، هل مثلا حد منهم يرفع فوت الشامبيونز ليج؟ لا طبعا. أنا بالنسبة لي اليو اف سي كده، فأنا بالنسبة لي الفرصة أن أنا أشتغل في الحاجة اللي أنا بحبها وأبقى موجود في الإيفنتس بتاعتها، وحتى بقى قاعد معاك القعدة دي بتكلم عن MMA، it's a bless من الحاجات اللي أنا I'm very thankful ليها. وأنا كمان. فهو في انت كنت اتسألت لو انت ليك دعوة بالتيم بتاع SMB بعد ماتش محمد جمال وزناتي صح؟ ايه اللي حصل؟ هو انت كجادج في فايتس بتبقى كلوس، وانا فاهم جدا ان الفايتر دوت بيتعب، اي فايتر بيتعب جامد جدا، وكام وتمرين ومجهود وقت من حياته ضاع، فهو والتيم بتاعه وطبعا كل عيلته اكتر حاجه في الدنيا يتمنى ان هما يكسب الفايتس. فبالتالي لما حد بيخسر طبيعي هيبقى مدعي، انا ما عنديش مشكله بكده. قالوا لي بعد الفايت دوت، قالوا لي انت اديت الفايت دوت لمحمد جمال علشان هو تيم SMB. انا اقول لكم اخد بجد صغير جدا، ربنا هو الوحيد يعني اللي يعلم اللي جوايا، بس كابتن اسلام سياحة كان بعد الفايت داوت لما خلص كان الريفري ماسك ايديهم هما الاثنين وهيبدا يزيع النتيجه. كابتن اسلام وقف ورايا قال لي مجدي انت اديت الفايت لمين؟ قلت له الريد كورنر، ما كنتش اصلا حافظ اسم اللعيب، ما كنتش شايف غير ريد وبلو. تمام، ريد كورنر وبلو كورنر، وبعد كل راوند بشوف هدي الراوند ديت لمين، وكده في كل الفايتس بتاعتي. يعني اي فايت هات الريبلاي بتاعه واتفرج عليه وبص على السكور بتاعي. من الفايتس اللي كنا لسه بنتكلم عليها بتاعت محمد سالم اللي بالنسبة لي كانت انترستنج جدا، لما كان بيلاعب الانديان فايتر، انا بس راول راول بالظبط جاي لنا من وان تشامبيونشيب بالظبط كده، ان هو اصلا يلعب في وان تشامبيونشيب دي مش سهله خالص، لان الايجنت فايتر صعبين جدا. انا مثلا لما شفته قبل الفايت هيلعب محمد سالم، محمد سالم من الفايترز المفضلين بالنسبه لي، انا قلت هيبقى فايت صعب، مش كل يوم انت بتلعب حد جاي من وان تشامبيونشيب اللي هي على نفس الليفل بتاع اليو اف سي. فعلا. طب عايز اسالك سؤال. yeah. ماتش محمد جمال وزناتي، تمام، الماتش ده حصل فيه قلق في السكور كاردز بعد ما الماتش خلص، وناس كتير قوي بيتكلموا على الماتش ده لغايه دلوقتي. مظبوط. وانت كنت جادج في الماتش ده؟ اي واز، يس. ممكن تحكي لي على السكورينج في الماتش ده؟ اوكي، بص انا كمحمد مجدين اديت الثلاثه راوندز لمحمد جمال. خلينا بس نبدا من العكس، اخر راوند كانت واضحه جدا لمحمد جمال، بتهيألي مفيش حد هيختلف معايا على كده. وتاني راوند معظم الناس كانت شايفاها برضو رايحة لمحمد جمال. يمكن زناتي he's a very good striker وضرب اكتر من ضربة، it was a clean shot وسمعنا صوتها حتى وكان فيها damage، لكن لما تيجي تحسب الراوند على بعض التيك داونز اللي محمد جمال عملها، وبعد ما بيعمل تيك داون محمد جمال هو ما بيشبكش في حالك، في فوليوم جراوند اند باوند شغال. فلما تيجي تبص للتيك داون
والفوليوم بتاع الجراوند اند باوند لا بسهوله تقدر تديله الراوند الثاني. تمام. فالراوند الاولى كانت قريبه جدا، خصوصا ان زناتي كان فايق فيها قوي. هو بدا الفايت، من الحاجات اللي كانت غلط في رايي ان هو بدا الفايت اكسبلوسيف داخل، مش في دماغه ان هو 3 راوند فايتس، دخل سريع جدا، ايده كويسه، فيري جود سترايكر، ومحمد جمال كان بيصد وبيستنى الفرصه علشان تو تيك هيم داون ويبدا الجراوند اند باوند. فكانت كلوز راوند، بس بما ان مفيش دامج واضح في حد من الاثنين، انا حسبت على الفوليوم والتيك داون. هتحسب الفوليوم وهتحسب التيك داون، انا بالنسبه لي كانت واضحه ان دي الراوند بتاعت محمد جمال. كنت عايز اسالك برضو على ماتش محمود احمد جوجيتسو كيد وبيشوي. اوكي. حصل شويه قفش في الماتش ده جدا. ايه اللي حصل؟ بص، الماتش دوت انا كنت ريفري جوه الكيج معاه، ومن ساعه ما انا دخلت الاوكتاجون حسيت لا هو مش هيبقى ايزي فايت. جوجيتسو كيد، مش فاكر اسمه ايه، محمود احمد هو الستايل بتاعه بيحب يستفز الفايتر التاني ايا كان بقى، بالبودي لانجوج بتاعته، بالحاجات اللي هو بيعملها، بالكلام بتاعه. طبعا انت بتاخد بالك من الحاجات زي ديت على طول. والفايتر التاني هو كويس قوي، he's a very good fighter، ومش بيستفز. فبالتالي انت عندك ايه؟ انت عندك two good fighters inside the octagon والاثنين عاوزين يكسبوا. انا في الفايت دوت كنت ريفري، يعني ما اديتش سكور. بس بعد ما اتفرجت على الفايت بعد كده، هو ده في كل الايفنت كان اقرب فايت واصعب فايت ان انت تديله سكور. تمام. بس في النهايه هنرجع للكل الريفريز او الجادجز في العالم بيقولوا damage is king. انت ممكن يبقى عندك فوليوم، ممكن يبقى عندك تيك داونز، بس طالما في دامج من الناحيه الثانيه always damage is king. ده اللي كل الناس متفق عليه، والقفش بينهم كان جامد لدرجه ان هم كانوا on the floor الاثنين فوق بعض، وناقص 10 ثواني والراوند هتخلص. انا سامع رئيس لجنة الحكام من برا بيزعق وبيقول لي مجدي افصل ما بينهم، انا مستني الراوند تخلص، وخايف بقى يتخانقوا يمسكوا في بعض. في دماغي ان انا ازاي افصل ما بينهم باسرع طريقة ممكنة، وكمان من غير ما حد مثلا يقوم ويعمل مش واخد باله يدوس على رجل التاني، الحاجات اللي انت الحركات دي بتاعت الكورة دي بالظبط كده. تمام. كنت عايز اسالك برضو انت سمعت عن قضية ازاي، وسمعت عن السيمينار الريفري ازاي؟ انا الاول عرفت قضية من قبل السيمينار ده بتو ايفنتس. مثلا انا كنت as an MMA fan بروح احضر MMA events للبروموشنز ده، وطبعا كانت ايفنتات مش احلى حاجة في الدنيا. يعني فاكر موقف ظريف جدا، كان في بنت كنت مصاحبها وقتها، واول مره اخدها لايفنت MMA وحصل خناقه هناك. طبعا اول مره، يعني فاكر المكان حتى لحد النهارده، وحصل خناقه هناك وما كانش في بودي جاردز. يعني قضي يبقى في بودي جاردز، واتس فيري سيف، امان جدا ان انت تروح مع مراتك، مع خطيبتك، مع مامتك حتى، اتس فيري سيف. لكن انا فاكر اول مره اخدها ونخرج هناك حصل خناقه هناك. ف لقيت بوست على الانستغرام، طالما انا متابع ان الموضوع جدا، عن قضية coming soon وان هما يعملوا اول ايفنت. بعت لهم مسج قلت لهم اي وانت تو باي تيكتس، قالوا لي مفيش تيكتس. قالوا لي لا احنا هنبدا اول ايفنت، تقدر تتفرج عليه على يوتيوب فور فري واستنى الايفنت. عملوا الايفنت اللي بعده، بعت لهم اي وانت تيكتس، قالوا لي لسه مفيش تيكتس. سيبنا في حالنا. ايوه صدق، انت عاوز ايه مننا؟
قالوا لي بس تقدر تتفرج عليه على اليوتيوب فور فري. قبل تالت ايفنت بقى لقيت البوست بتاع الكورس Judges and Referee Seminar held by the International Referee كابتن هادي علي. قلت لا ده انا هخش اشتغل معهم بما ان مفيش تيكتس. فقدمت في الكورس دوت وكان بالنسبه لي انا قلت حتى لو انا اخذت الكورس سواء اشتغلت او ما اشتغلتش لا انا عاوز الفرصه ان انا اقعد مع حد ونتكلم في الرولز ونتكلم في فايتس بتاعه الام ام اي ونتفرج على فايتس مع بعض. بالنسبه لي انا ما كنتش عاوز اروح. احنا بجد في الكورس دوت كان طويل جدا. هما كانوا يومين فعلا من الصبح لبالليل. وكمان كابتن هادي علي باشنت جدا بيقعد بقى يحكي على فايتس هو حضرها واماتور وبروفيشنال ومين عمل ايه وفايتس حصلت في اليو اف سي قبل كده. قعدنا يومين كاملين انا بجد مش عاوز اروح مش مصدق نفسي. فمن بعديها بعد ما كلموني قالوا لي انت جايب سكور حلو جدا. قعدت مع مستر مصطفى وقال لي انت طالع التاني رغم ان انت ما اشتغلتش عمرك في الامل ايه خالص. حمزة طلع الاول طبعا دحاح كبير حمزة بالظبط كده هو كان الاول فعلا حمزة مظبوط هو كان حمزة الاول انا كنت التاني رغم ان انا ما اشتغلتش خالص في الموضوع دوت قبل كده بس I have the passion انا عاوز افضل قاعد انا موجود. مضى معايا العهد وقال لي انت تبدا معانا هنجربك في حاجه بسيطه في الاول وبعد كده واحده واحده لما تثبت نفسك هنبدا نديك مسؤوليات اكبر. انا فاكر اول ايفنت حضرته مع قضية احنا خلصنا اليوم دوت الساعه 2 بالليل. اوكي والله ما كنت عاوز اروح. انا عارف الطفل اللي مش مصدق نفسه انا قاعد انت اوكتاجون ذا بيست سيت ان ذا هاوس بتفرج على فايتس طول النهار وبدي السكور بتاعي ما كنتش عاوز اروح اكيد. وكان بالذات ده اخر ايفنت ده من الحاجات الحلوه جدا في قضيه ان كل ايفنت احلى من الايفنت اللي بعده. اخر ايفنت اللي هو كان قضيه 3 يعني في اكتر من فايت لو انا عاوز واحد صاحبي يحب الامامي هفرجه على الفايتس دي فعلا. الفايتس كانت حلوه الفيديوز كانت حلوه البرودكشن كان حلو المكان كان حلو. فانا حاسس دايما ان هو من ايفنت للي بعده ابجريد بالظبط كده احنا في مستوى اعلى. حمد مبسوط قوي بمعرفتك الكونفرسيشن كانت حلوه قوي. It's a pleasure بجد من احلى الكونفرسيشن اي حاجه فيها MMA وفيها قضية I am in. ان شاء الله المره الجايه نشوفك تبقى بتحكم هنا وبره. Thank you شكرا It's been a pleasure It's been a pleasure thank you.